لتحضير الأزحة الفلسطينية بالقطر بدنا كوب سميد خشن من سميد الجمل، نص كوب سميد بلدي اللي هو القمح، كوب ونص من طحين القمح ومعلقة كبيرة من الخميرة، نص كوب من السكر، نص كوب من الزيت النباتي، كوب من حبة البركة أو اللي هي الأزحة السائلة أو معجون الأزحة زي ما بتسميه سميه، كوب ماء فاتر وكوب طحينية لدهن الصينية من الكسيح، سمسم ولوز ربع أكيد. أما بالنسبة لعيار القطر فهو عبارة عن كوب ونص من السكر وكوب ونص من الماء بالإضافة إلى عصرة ليمون على القطر. يلا ست الكل، يلا بسم الله، رح نحط المقادير وأنا رح أسكب لك الطبخة. بصير اسمحي لي نضيف السميد الخشن أيوة والسميد الناعم طحين القمح، هاي بنحب نعملها بطحين القمح أكثر من طحين الأبيض، وحتى قوامها أحسن بألف مرة بيكون. معلقة خميرة أيوة تمام، ورشة سكر، رشة سكر تقريبا معلقة صغيرة ملح تمام، نستخدم مع بعض ملح الكسيح، ونصبح على كل شركائنا بمطبخنا الكريم، الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله دائما إلى الأمام للجميع إن شاء الله. طبعا هي بتحط رز أبيض مفلفل، ممكن تعملي رز بالشعرية زي ما أنت بتحبي في بيتك وزي ما بيحبوا عيالك. صباح الخير يا أم أحمد. حبيبتي كيفك يا ست علا؟ يا هلا يا هلا، نورت حبيبتي، الله يسعدك، نورك نورك، نورت براس المال، اهلا وسهلا. الله يسعدك يا ربي حبيبتي، ما شاء الله عليكي، انا معجب فيك كثير 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 وباكلاتك الحلوه حبيبتي. الله يخلي حبايبك واولادكم ان شاء الله يا رب. الله يسعدك يا ربي، الله يرضى عليك يا حبيبتي. قولي يا امي تفضلي. يا عمري معجون الفليفلة منين أجيبها ست علا حبيبتي؟ معجون الفليفلة صراحة موجود في أي مول أو في أي محل مكتوب عليه دبس فليفلة، بس أنا ما بفضل تشتري بالمرتبان، اشتري اللي بالوزن بالعلبة يا أمي، روحي من عند ثلاجة الدلي اللي هي بتبيع الزيتون واللبن بلوئية زي ما بنشتري لبيوتنا من هناك. قولي له أعطيني دبس فليفلة، إذا قال لك حلو أو حار خدي الحلو، لأنه الحار في منهم بحطوا معاه فلفل حار. وانا على السوشيال ميديا على الانستغرام عندي على الستوري بدلكم انا من وين بجيب، امرك يا امي حبيبتي، او ابعثي لي عنوانك وانا ببعث لك جاهزين. والله حبيبتي تسلمي يا عمري، الله يسعدك، تدللي الخير عنا وعندكم ان شاء الله جميعا. يلا رح نرجع لشفاء جبريل قبل ما تغشنا ونشوف شو عملت، لانه صراحه وصفتها كثير زاكيه ومدوزنه صح. حطينا الطحينات والسكر والخميره وبعدين معجون الأزحة، طحين القمح، وحطينا معلقة خميرة وسكر، وهذه معجونة الكزحة احنا بنعملها ما بنجيبها من الكسيح، هي الكسيح منتجات الكسيح موجودة بس بنفضل هاي اللي نعملها الكزحة عن طريق السمسم، السمسم والكزحة وطحينية وزيت السيرج. مظبوط، انا عشان امن لهم هيك يكونوا مرتاحين احنا في مطبخنا سويناها من الصفر، جبنا زيت وجبنا سمسم وطحنتها قدامكم وورجيتكم. اذا بدك اكتبي مقادير الازحه الفلسطينيه على اليوتيوب مطبخ يوم جديد بيطلع لك كيف حضرنا معجون الازحه، او اذا بدك بتجيبي من السوق، انا عن نفسي بحب تجيبه من السوق، بعض الاصناف ممتازه جدا بزيت السيرج او زيت الزيتون. ليش بحبها من السوق؟ لانه طريقه تحضيرها بتكون صراحه بتختلف بقوام العجين ست الكل، لانه مش الكل عنده زي الاداه اللي عندي وعندك تطحن صح تمام. يلا اساعدك، اعطيني اساعدك، ما فاتر ما فاتر، يلا ستي يلا بسم الله. يعني كانت ستي تقول واحنا بنعجن العجين بحبش الصوت، اسكتوا يا بنات وهي تعجن نقوم نروح، ما يعجبنا الكلام انت مع هالحكي انه العجين بده جو معين؟ جو، انا ما بقى اشتغل في البيت وعندي شغل وهيك، ما بحب صوت في صوت في البيت، ما في دوشه ما في ازعاج، لانه بصير في عدم تركيز، عدم تركيز. اذا احنا اللي بنقوله انه كان قصدهم الستات عدم تركيز بتضوج الحجيه طول النهار شغل اولاد وعيال. يلا طب اذا ما بدهم يحطوا ماء بدهم يحطوا حليب مثلا شو رايك؟ بصراحة عمري ما استخدمت الحليب بالكزحة، خلي كل شيء على أصوله أزكى. أكيد عمري ما استخدمته. طيب لونها بيعتمد على كمية الأزحة المضافة مثلا، الكمية
كوب مسكوب اكثر وانت شفتيها انت لسه لونها فاهي بدها كمان كزحه لونها فاهي يعني لونها فاتح فاتح هو برضه كمان الطحين القمح شوي بغير لون فاحنا ونحن بنعجن جوز انتبهوا الستات معنا كان لونها على بني الخلطه لانه فيها كانت طحين كمان البركه من الله هاي الصينيه حلوه صينيتك عجبتني تعيشي وتستخدميها ما يستخدمها احسن منك ولا اغلى منك حطينا الرزات المفلفله بنحط لك جايبه لنا كاجا ولوز ومشخصه اليوم شفاء هاي اللوزات شو بدك احط لك كمان احكي لي اموريني انا بدي احط طحينيه هون طحينيه لازم ندهن الصينيه طحينيه راح نجيب طحينيه الكسيح ونمسك الغطاي زي دائما بايدينا عشان اذا في حدا ثاني غيرك بيشتغل في المطبخ ممكن يجيب الغطاي وكبسها كبس لما تيجي تحمليها من الغطاي توقع وبعدين ضروري الخلط لحتى السيرج اللي فوق يتحرك مع السمسم المطحون تحت فرح نجيب طحينيه تقريبا معلقتين كبار ليش بنحط طحينيه تحتها هي عشان ما تلزق طب وده حطوا زيت تزبط ما بتلزق من بعد لا امرك اذا بتسمحي لي الطحينيه بكل الحلويات الشرقيه على درجه حراره الفرن بصير لونها على بني ايوه الازهى لونها اسود بالفرن طب انا كست بيت شو بيعرفني انا استوت ولا لا طب ما هي سودا نعم فالطحينيه بتغششني الطحينيه بصير على بني وبتنشف على حواف الازحى فهيك بتغششني انه هي انخبزت صح والدرجه المناسبه من التحمير هلا انت بتخمريها بنفس الصينيه يلا بخمرها وبقطعها بنفس الصينيه يلا خمري وقطعي وخذي راحتك انا رح احط الكاجو على الرزات زي ما بدها عشان تكون مرتاحه بطبقها يا سلام اسكب لك الششبره كمان هو جاهز الله على السمن البلدي السمن البلدي هيك بقلب كل موازين الطبخ هاي الرز بسم الله بتحبيها خميله ولا بتحبيها تكون شوي رقيقه مثلا في ناس بحبوها رقيقه جدا في ناس بحبوها خميله في ناس بحبوها رقيقه انت ايش مع شو انا مع الوسط بين البنين مع الوسط بالنص يلا بسم الله الرحمن الرحيم كمان طيب مديناها قديش بتخليها ترتاح تقريبا المده بالصيف تقريبا ربع ساعة مش أكثر أما بالشتاء بدها تقريبا ساعة نحن بنكتر فيها من خميرة بس أنت مش مع أي إضافات زي اللبن الرايب وزي هاي الأمور لا 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 أعطي الإشي خلص طعمه أكيد طيب أنا بدي أدوق اللبنات لأنه شكلهم زكيات ريحتهم بتشهي القلب صح حموضة الشنينة زي ما توقعت حامض بشهي طيب هلا انت مديتيها بتقطعيها وبتخمريها ولا بتخمريها بعدين بتقطعيها لا بحب اني اقطعها قبل ما اخمرها يلا التخمير احسن لان تقطعيها احسن من معك احنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هم بيقطعوها زي ما بدهم شكل النجمه مثل صواني الكب الحلبيه بتقطعوها مكعبات اقلام زي ما بحبوا احنا بالمطبخ ما بعرف اذا شفتي حلقتنا برمضان صبيتها معمول وحشيتها ومن جوا بتنحش حلقوم حجيات الفلسطينيات القدام بحشوها حلقوم لانه هو الازحى فيها شويه مرار فيها شويه مرار نعم وفي ناس برشوها من برا سكر ناعم وخليناها الصغار نعم خليناها نوع من انواع الضيافه بالعيد للي بيجيها حدا كبير بالعمر شوي صحته على قده فهذا كتير إشي مفيد كنز يعني هذا الصدر كنز فعلا نضيف اللوز اللوز بتخليه زي ما هو ولا بتنقعيه بنقع أحسن نعم لما بتنقعي اللوز بالماء إذا بتسمحي لي ما بتحمر بسرعة بتأخر عملية تحميره هلأ أنت حطيناه تحت الشوايب بتحمر وصدر الهريسة البسبوسي أيا كان لسه ني فبالتالي أنت خسرتي وخربتي شكل الصينية عشان يستوي ويضل لونه فاتح وأشقر معاه مع الصينية بتنقعيه بماء فاتر لمدة لا تتجاوز دقيقة
فقط، بتغير لونه زي اللي بتشتجي شوي، بتصفيه وبتحطيه. لما بتحمر بيكون غششك انه صينية الأزحة من الأعلى استوت لأنه لونها أسود، فعملية خبزها شوي صعبة لأنه اللون غامق بالضبط. فلما بياخد لون بصير على شعر بتعرفي إنها أمورها بالسليم. أنا سكبت لك إياه زي ما بدك، تمام؟ راضية مبسوطة؟ يسلمك. يا سلام. أي والله أبو راشد إنه ما لوش حق، الطبخة زاكية. حيزعل علي هلا. بدكم لوز رباع، ممكن يسووها بشكل الوردة كمان، بيطلع شكلها حلو. بدك لوز نصاص، بدك اللي هو فستق حبيد، هل اللي موجود؟ نعم افضل. سنوبر، اي شيء. انا عمي سنوبر لا بقرب عليه ولا بشتريه ولا بجيبه. زمان نسيناه. طبعا تسويه بشكل الوردة كثير حلو لما بتبقى طبختك مدوزنة. طبعا العين اللي بتوكل. بتبقى الست دائما مبسوطة بطبختها لما بتعمل طبختها على مزاجها على مرائها وبتقدمها بلمساتها الحلوة. طيب هلا رح نروح فيها على الفرن. بدنا نخمرها بعدين رح نروح فيها على الفرن بعدين نكترها. بنكترها وهي سخنه ولو هي بارده؟ لا هي سخنه. والقطر بارد؟ بارد. تمام، سمعتوا شو قالت ام راشد؟ ام راشد بتحطها بالفرن وبتخبزها من الاسفل وبعدين من الاعلى بتعطيها وجه تحت الشوايه، وبعدين شوفوا اللوزات ما انحرقوا معاها. رشه سمسم انت؟ رشه. طبعا اللي ماسك السمسم هو القطر. نعم، هاي فين ما اجملها. السمسم اختياري طبعا، هاي امور اختياريه، ولكن لونها اسود فهي حبه تجمل الالوان وتعطيهم لون كثير حلو. شايفين الفرق بين اللي معي ومعها؟ القطر بدك تحطي السكر والماي على البارد، بعدين على البارد وبعدين بنحط لنا عصره ليمون. عصره ليمونه. قديش بدك تخمريها تقريبا؟ جاهز القطر. تقريبا قديش بنخمرها؟ نص ساعه. نص ساعه، ثلث ساعة. لأن الجو أصلا حار ما بدها. نعم. أكثر. نعم. من هيك. نعم، بتقطروها القطر بارد وهي سخنة وتخليها تشرب قطرها وبتتركيها مش أقل من قديش المدة ليشرب القطر؟ تقريبا كمان نص ساعة وأقل من لا تبرد. نعم، لأن قطعناها وهي سخنة بصير تفرفط الحبة. بتفرط طبعا. طبعا. يلا أحط لكم إياها على الطاولة كمان لحتى نشوف الأطباق. أما شو ريحتها؟ غير شكل. الله يسلم ايديك وعينيك يا رب. صح والف عافيه. تعيشي وتعملي حبيبتي. احلى كلام. تمام، احنا وصلنا للاسف لنهايه وقتنا لليوم. يعني حلقه ممتعه معاكي، خفيفه الظل ما شاء الله عنك، وايدك خفيفه ومتكتكه وهيك ما شاء الله. الله يتم عليك ان شاء الله. يعني قبل الختام بدنا نختم بكلمتين حلوين، فقولي لي شو بقلبك شو بخاطرك، وجهنا على الشاشه واحكي اللي بقلبك. تفضلي. نعم ستي. يا بقلبي قولي اللي بقلبك يا رب يطلع شيء. لا كل شيء حلو ان شاء الله. الحياه حلوه، الحياه متعه. نعم. فاحنا بنعطي لانفسنا حياه، واحنا بنعطي لانفسنا بسمه وفرحه وانجاز. وفي شغله ثانيه، اذا ما احنا اشتغلنا رح نضلنا تعبانين. نعم. الشغل راحه بركه وبركه. والشغل متعه، والشغل انجاز، والشغل ما هو عيب. إن كان ست البيت داخل بيتها أو خارج بيتها بتكون دعم إلها ولأولادها ولزوجها. مش إنه الجوز مكسر، لا، تبكي. الظروف الحياة صعبة. نعم. بنحط فيها البني آدم، فلازم تبكي الإيدين إيدين واحدة متكاتفة مع بعضها، عشان انفكت الإيدين ممكن يصير شغلات من الواحد ما بتوقعها. وأنا بشكر كثير الشيف علا حبيبتي، واجبنا. بشكرك من كل قلبي. وإلك مساحة كتير بقلبي حبيبتي. الله يسعدك يا رب. شكرا لكادر التصوير، شكرا لكم جميعا، وعلى الاستضافة الحلوة استضفتوني إياها عندكم. نورتينا صاحبة مكان. الله يسعدك. الله يتم عليك وياخذ بيدك يا أم راشد، وتضلي لأبو راشد ويخليكي لهالبنات الحلوين معها حبيبتي. بناتنا خلف الكواليس، وهذا حال كل سيدة أردنية، وين ما بتحطها بتيجي واقفة وقد الحمل، وفعلا خير السند لزوجها وأبنائها. فدائما الست القائدة في بيتها هي الست فعلا اللي بتنحط تاج على الرأس. الله ياخذ بيدكم جميعا، ودائما تكونوا من الأقوياء المشرفات إلنا وللمجتمع وكمان للعائلة. كونوا بأمان الله دائما. بدي أحاول هلأ أشوف لي طبخة تلبق على فقرة التفريز لأم محمد بكرة. استنونا بكرة بنفس التوقيت. إلى اللقاء. باي باي. مع السلامة.